إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة سيدي عثمان. وبرافو العناصر ديال الأمن ديال منطقة بن مسيك سيدي عثمان، يعني بعد ما كانت تدخل. اش كدير؟ يعني بعد ما كانت تدخل أكثر من رائع، واللي نتج عليه توقيف أحد يعني الأشخاص اللي بالحوزه ديالو اكثر من 50 غرام ديال الكوكايين، مخدر الكوكايين. هذا الشيء اللي وقع بمنطقه سباشه بالضبط، معروفه ولا معروف بشارع الجزر، اللي فتم التوقيف ديال هذا الشخص هذا متابعينا الكرام من طرف عناصر ديال الامن الوطني هنا بمنطقه بن مسيك سيدي عثمان، واللي يعني الطريقه باش كان حامل معاه يعني هاد الكميه، فهي الطريقه الغريبه اللي غادي نحكيها لكم متابعينا الكرام، واللي كان دارها يعني في قرعه ديال كنقولوا حنا يعني قرعه صغيره ديال عصيري، يعني اللي مخويه اولا مشروبه كامله، ثم من بعدها يعني من بعد الافراغ ديالها يعني تم الملء ديالها بالكميه تقريبا كبيره من الكوكايين. يعني هادشي اللي كيبين لك انه يعني عناصر الامن لا يقظه على اي حاجه، فبرافو عليهم، برافو المنطقه ديال بن مسيك على العمل الكبير اللي كيقوموا به. إذن متابعينا الكرام، عناصر ديال الأمن ديال منطقة سيدي عثمان بن مسيك واللي قاموا بعمل كبير، وهو التوقيف ديال أحد الأشخاص واللي بالحوزة ديالو يعني مخدر الكوكايين. اكثر من 50 غرام ديال مخدر الكوكايين. اذا متابعينا الكرام من منطقه سباشه وبالضبط بشارع الجزر، يعني عناصر ديال الامن الوطني واللي وقفوا احد الاشخاص واللي ماشي يعني حامل معاه كمية اللي غادي يتناول هو ولا شي حاجة، فكمية كبيرة. إذن متابعينا الكرام، فمرة أخرى برافو العناصر ديال الأمن الوطني، برافو الرجال الحموسي، برافو لكل العناصر ديال الأمن الوطني في مكانه في المملكة ديالنا كاملة على التضحيات وعلى العمل الكبير اللي كيقوموا به. إذن من منطقة سيدي عثمان بن مسيك متابعينا الكرام، فبرافو على هاد الخدمه الكبيره اللي كيقوموا بها عناصر ديال الامن الوطني متابعينا الكرام. وختم معكم هذا المباشر، الى اللقاء.